السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة اللي تتكلم عن اختيار المواد، وهي المحاضرة السابعة للمرحلة الثالثة فرع الهندسة الصناعية قسم هندسة الإنتاج والمعادن. مثل ما تطرقنا في المحاضرة السابقة عن استراتيجية لاختيار المادة Selection Strategy، وعرفنا كيف نحدد خطوات اختيار المادة، والتي كانت بأول خطوة Translate Design Requirement، والتي تحدد الوظيفة للجزء حسب تطبيقه والوظيفة الخاصة به، وأيضا تحديد القيود الـ Constraint في اختيار المادة، والتي تكون هي القيود، مثلا القيود الميكانيكية أثناء عملية التحميل. كذلك تحديد الهدف الذي يحقق أفضل اختيار المادة، مثلا في بعض الأحيان نحتاج إلى تقليل الوزن، أو هناك أهداف بيئية مثل تقليل انبعاثات أو إعادة تصنيع الجزء مثل الريسايكلينج، أو أهداف أخرى. كذلك تكلمنا عن الخطوة الثانية وهي السكرينينج. السكرينينج باستخدام طبعا هذه القيود اللي نحددها بالبداية، وأيضا الأهداف، يمكن من خلالها حذف بعض المواد اللي لا تستطيع إنجاز الوظيفة أو التطبيق اللي واضعيه بالتطبيق. الخطوة الثالثة باختيار المادة وهي الرانك اوف ماتيريال. طبعا ترتيب الاهداف من خلال الخطوة هذه، تستخدم هذه الاهداف لإيجاد الاوبتيمال سيلكشن اوف ماتيريال. طبعا هنا نستخدم الماتيريال اندكس، واللي حنتكلم عليه شلون نستخرجه بهاي المحاضرة. ايضا تكلمنا عن الخطوة الرابعة التي تبحث بالفاميلي هيستوري، واللي سميناها الدوكيومنتيشن. يعني بعد اختيار المواد نرجع الى المصادر الموجودة في اختيار، طبعا تلقوها في الكتب، او تلقوها في ريبورتس التقارير، او تلقوها من خلال استخدام النت، فتلقون بعض التطبيقات اللي حددوا استخدام بعض المواد. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى كيفية استخراج الماتيريال إندكس، اللي ساعدنا بعد استخراجه أن نطبقه على الأش بي شارت، لكي نعرف المواد الأفضل في الاختيار. طبعا حناخذ في هذه المحاضرة بعض المكونات الميكانيكية والقيود الخاصة بها، وكذلك الأهداف. عن الماتيريال اندكس، الخصائص والقيود والأهداف طبعا تسمى أو تجمع في اندكس يسموه الماتيريال اندكس. طبعا هاي القيمة هي اللي نسعى قلنا لاستخراجها من القيود والأهداف، لكي نسقط الميل أو الكيرف على الاش بي شارت، وبالتالي يمكننا أن نجد المادة أو المواد الأفضل في الاختيار. لكن في بعض الأحيان الأهداف من الاختيار غير مترابطة مع القيود الميكانيكية اللي حنحددها، لذلك يمكن ربط أكثر من properties أو constraint لكي تكون هذا الإندكس مجموعة من الخواص، أو يعتمد على مجموعة من الخواص. في أكثر الأحيان الجزء الميكانيكي
يكون بأكثر من جزء، ويكون أكثر من لودينج في يعني مختلف التحميل. لذلك يكون من الصعب علينا اختياره. لذلك احنا شو نسوي؟ نسوي ديكومبوز، يعني نفسخ هذا الجزء الى العديد من الاجزاء او العديد من اللودينج، اللي هي سمبل كومبوننتس، يعني نسويها الى عده اجزاء وعده تحميل على مود نخرج هاي الاجزاء ونخرج المواد الخاصه او المختاره لهاي الاجزاء. فعندنا اجزاء اللي هي تؤدي الوظيفه، عندنا بعض السمبل كومبوننت او سمبل ميكانيكال كومبوننت اللي هي هنا التاي اللي هو اللي يستحمل ان اكسيال، اللي يتحمل ان اكسيال تنشن، وايضا عندنا هذا البيم اللي يقوم بتحمل او الوظيفه مالته تكون بالبندنج او البندنج ستافنس. وكذلك عندنا البار هذا او يتحمل ايضا، يتحمل او الشفت يتحمل التورشن. كذلك عندنا الكولوم اللي يتحمل او الوظيفه مالته يتحمل كومبريشن. فتحدد هاي الفانكشن لهذا الاجزاء، فاي الفانكشن اللي نريد نجزه ممكن نستخدم اي واحد من هذه الاجزاء اللي يحقق لنا الفانكشن اللي احنا نريدها. طبعا الكونسترين مثل ما قلنا اللي هي القيود، فمثلا نريد البيم بالبندنج بالستافنس سبيسيفايد، يعني الستافنس مالته جيد على مود لا يصير ب فراكتشر تافنس. ف وايضا الاوبجكتيف مالتنا نحدده وهو مثلا مينيمايز الكوست او مينيمايز الماس الكتله او مينيمايز انفايرمنت امباكت او ماكسيمايز انرجي ستورج، زياده الطاقه المخزنه عن طريق هذه الفانكشن والكونسترين والاوبجكتيف نستطيع ان نخرج هذا الماتيريال اندكس، وايضا هذا يسموه الماتيريال بروبرتيز اللي نقدر هذا نسقطه على الاش بي شارت لكي نختار الماده الافضل. البانلز هي تستحمل البندنج، البندنج البندنج ستريسز، الاوبجكتيف مالتنا هنا طبعا هو مينيمايز الماس، لكن طبعا البانلز لازم يصير بها ديفليكشن، يعني it must not deflect more than الالونجيشن اللي احنا نريدها او الديفليكشن اللي يصير. هنا الملخص الخاص بالديزاين ريكويرمنت، شلون نستخرج هاي قلنا الخطوات الفانكشن والكونسترين والاوبجكتيف والفري فايربلز. فالفانكشن هنا هي عندنا بانل واللي هي تمثل التايبل توب، الكونسترين البندنج ستافنس طبعا سبيسيفايد اللي هو نصيح له الفانكشنال كونسترين. اللينث هنا قلنا للتايبل هي ثابته، ايضا العرض مالتها سبيسيفايد، فنصيح لها جيومتريك كونسترين اللي ما نقدر نغير بالقيمه مالتها. والاوبجكتيف مالتنا هنا بهاي الحاله هي مينيمايز الماس، الماس للبانل هاي او التيبل هي نقلل الوزن الخاص بها.
لكن هذا هو اللي نبحث عنه واللي نقدر نغير بالقيمه مالته اللي نصيح له فري فاريبلز اللي هو البانل ثيكنس، فنقدر هذا نغير قيمته على مود نقلل الاوبجكتيف وايضا ما نتجاوز الى الكونسترين. بهاي المعادله نقدر نغير قيمه الاتش، قيمه الاتش ونعوضه. طبعا هنا الاتش يساوي الاي 12 على البي، وايضا الاي وين حنعوضه؟ نعوضه في معادله البندنج ستافنس، نعوضه هنا. واخيرا نعوضه في معادله الماس، فنستخرج هاي المعادله الاخيره اللي هي 12 في بندنج ستافنس على سي 1 في البي مرفوع الى القوة الجذر التكعيبي. وايضا طبعا هذا نسميه الفانكشنال كونسترين، وايضا هذا البي في الالتر بي نسميه جيومتريك كونسترين، لان هنا ما نقدر نغير بقيمة الال ونغير بقيمة البي، لكن هنا صارت عندنا ماتيريال بروبرتيز اللي هي الرو على المودلس الاستيسيتي تحت الجذر التكعيبي. مثل ما قلنا انه الاتش الفري فايربولز هو اللي حدد لنا هذه الامور، فاذا الاندكس هو صار هنا group of material properties، نقدر نعوض هذا ونقلبه مع الام اليونغ موديلاس تحت الجذر التكعيبي على الرو، واللي هو هذا material index اللي هو يقلل لنا او يحقق لنا الاوبجكتيف واللي هو تقليل الوزن، وايضا البانلز تبقى ستاف بانلز. بنفس الحالة وبنفس القوانين الأخرى نقدر نسوي repeating the calculation with the constraint. طبعا هنا حيصير عندنا الconstraint strength rather than stiffness، ويؤدي هذا بعد تطبيق المعادلات إلى نستخرج index ثاني اللي هو الindex الثاني اللي الكونسترين هنا عندنا صار طبعا السترينث، فنستخرج هاي السيجما تحت الجذر التربيعي على الرو، فهنا صار عندنا 2 ماتيريال اندكس اللي هو يعتمد على الماتيريال بروبرتيز، وطبعا هنا ستاف، وايضا هنا عندنا نا يستحمل اذا الى سترينث ستريسز. شفنا هنا تعلمنا هذا شلون يكون، طبعا هذني شفنا يشابهن مع الماتيريال اندكس اللي خرجناها سابقا، لكن هاي تؤدي الى اختيار ماتيريال تختلف عن اللي اختاريناها بالتاي، وهاي طبعا هو الفائدة من اختيار الماتيريال اندكس اللي قلنا نسقطه على الاش بي تشارت. وشكرا جزيلا، تنتهي المحاضرة لهذا اليوم. موجود ايضا بهذا الفيجر يعتمد على توزيع اللود، فاذا كان اللود في نهاية البانل فممكن السي 1 يكون 3، وإذا كان يونيفورم ديستريبيوت موزع بهاي الحالة فتكون 8، وأيضا في بعض الحالات ممكن استخراج هذا السي 1 على مو